جرى بالرباط التوقيع على 3 اتفاقيات شراكة بين وزارة التجهيز والماء والوكالة الوطنية للمياه والغابات تروم تعزيز آليات تثمين وحماية الملك الغابوي والمحافظة على الموارد المائية. الاتفاقية الإطار تهدف إلى الرفع من مستوى التنسيق بين الطرفين على المستويين المركزي والجهوي والإقليمي، وكذا تعزيز التكامل والالتقائية بين سياسات وبرامج القطاعين. هذه الاتفاقية فهي ستؤطر العمل المندمج الذي سنقوم به، لا في مجال طبعا ديال الماء والمجال ديال السدود وكذلك حماية السدود إلى آخره، ما هو مرتبط كذلك بالطرق وضرورة كذلك العمل على مواجهة التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية من ظاهرة التصحر القضية ديال كذلك انجراف التربة إلى آخره في هذا المجال. هذه الاتفاقيات بيان سور تعزز العمل المشترك بين هذ القطاعين المهمين يلعبوا دور أساسي في تهيئة المجالات بصفة عامة وتجهيز تاعها. كاين اتفاقية اللي كتهم يعني العقار الغابوي والعقار يعني الملك العمومي المائي، كذلك كاين اتفاقية اللي كتهم يعني مشاريع خصوصية يعني موضوعاتية. الاتفاقية الخاصة الأولى تتعلق بإنجاز برنامج على مدى 4 سنوات لحماية الطريق السريع تيزنيت الدخلة من ظاهرة زحف الرمال بغلاف مالي يناهز 48 مليون درهم. أما الاتفاقية الخاصة الثانية فتهم إنجاز مشروع الرباط البيني حوض سبو حوض أبي رقراق، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية. وسيمكن الربط المائي البيني بين حوض سبو وحوض أبي رقراق من تعبئة المياه التي تذهب إلى البحر.